جاري أوكونور، الفتى الذهبي لكرة القدم الإسكتلندية، موهبة جديدة تعلق بها جمهور إسكتلندا، لكنه أخذ أحلام جمهوره وأحلامه للقاع. مسيرة استمرت 16 سنة لعب فيها في إسكتلندا وروسيا وإنجلترا، مثل منتخب بلاده وعمره 18 سنة، جمع في مسيرته حوالي 4 مليون جنيه استرليني، قرر يصرفهم بشكل مفاجئ على المخدرات والكحول والسيارات عشان تنتهي مسيرة واعدة قضى عليها الإدمان. بداية جاري كانت مع نادي هيرنبن الإسكتلندي مطلع الألفية، ومع مشاركاته الأولى نظر إليه الجمهور على أنه حيكون أحد أهم اللاعبين في مستقبل الكرة الإسكتلندية. انتقل للوكوموتيف موسكو في سن 23 سنة في نص موسم 2006-2007 ومقابل 1,600,000 جنيه استرليني، وكان المهاجم بند في عقده بيمنحه 15% من رسوم انتقاله، تنازل عنهم من أجل مساعدة هيرنبن في تمويل مجمع التدريب الجديد، مساهمة عظيمة قدمها أوكونور لناديه. مع انتقال أوكونور لروسيا عانى أولى موجات الاكتئاب، بيت جميل حصل عليه في وسط موسكو لكن منعزل، وعاش في أغلب أوقاته وحيد بسبب تفضيل شركته ورضاعهم الرجوع إلى اسكتلندا مع التواجد معاه لفترات متقطعة شهرية. تطور كبير ومهم في حياة أوكونور بعد انتقاله إلى بيرمنغهام سيتي وعودة للحياة الاجتماعية الصاخبة، لكن الصخب تحول لكارثة. سنة 2009 سقط أوكونور في اختبار المخدرات بعد تحليل داخل ملعب تدريبات الفريق، وأظهرت العينة تناوله لكوكايين، وطبعا تعرض للإيقاف. وضع سيء ادعى أن السبب فيه كان تعرضه لضغط المباريات وصعوبتها. عام 2011 عودة مرة أخرى للحياة، عاد أوكونور إلى فريق هيرنبن الإسكتلندي، كانت عودة مثالية لناديه ومدينته، شعر فعلا أنه عاد لبيته. لكن هزيمة فريقه 5-1 في نهائي كأس إسكتلندا على إيد غريمه هارتس سببت له الكثير من الألم والمتاعب، رجع للشرب مرة تانية، دمر أوكونور ثروته اللي وصلت لأربعة مليون جنيه استرليني على الكوكايين والخمور وشراء السيارات، وقال إن وقتها بيشم المخدرات حتى 3 مرات في الأسبوع. في عام 2012 عثر رجال الشرطة الإسكتلندية على أوكونور وبحوزته مسحوق أبيض تبين بعدها إنه كوكايين، وعوقب بمنحه 200 ساعة في خدمة المجتمع بالإضافة لنجاته من تحطم سيارته في نفس العام. برر أوكونور موقفه إنه ما كانش بيشرب وهو بيلعب، لكن وهو مصاب بس كان بيخرج كم مرة في الأسبوع ويشرب، وأوقات المباريات كان بيشرب في نهاية الأسبوع بس، وبيوقف قبل التدريبات عشان لو حصل اختبار يوم الاثنين بداية الأسبوع في أوروبا. كل ده ساهم في تدمير تاريخه. اعترف أوكونور بإدمان الكوكايين والكحول، وإن حبه لحفلات الكوكايين قضى على كل ثروته. حياة يائسة خلته يفكر في الانتحار، لكنه قال عندي 3 أطفال رائعين، وربما دي الحاجة الوحيدة اللي منعتني من الانتحار. كنت عارف انه ما ينفعش احط نفسي في الموقف ده ابدا، حياتي كانت خارجة عن السيطرة، لكني حاولت اخليها هادية. اصعب لحظة تعرض ليها في حياته كانت اعترافه لوالديه وزوجته بانه مدمن للمخدرات. كان من الصعب جدا ان اعترف قدامهم، كان حديث غلب عليه البكاء، ووعدوني انهم هيساعدوني لحد ما عدي الازمة. رجع أوكونور لعيلته، عاش معاهم حياة هادية بدون منزل كبير وبدون أي وسيلة رفاهية، ودفع ثمن كبير لإدمانه. حياة مهنية كبيرة قتلتها المخدرات، حصاد تعب وجهد بالملايين انتهى أمام إغراء الكوكايين. تحولت المعارك من الكورة والمنافسين لمعارك قضائية وصحية ومالية، كل ده كان بسبب قرار واحد فقط، الإدمان، وفي النهاية هو اختيارك.